السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم على قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. معنا النهاردة مع تكملة شرح سلسلة منهج كنكت برايمري 2 فيرست تيرم الترم الأولاني، ولكن النهاردة معنا مع بارت 3 الجزء الثالث وآخر جزء من يونت 3. شرحنا يونت 1 في 3 بارتس ثلاث أجزاء، يونت 2 برضه نفس الكلام 3 بارتس ثلاث اجزاء، يونت 3 مقسمه لك برضه في 3 فيديوز ثلاث فيديوهات 3 بارتس ثلاث اجزاء، بحيث انك تاخد كل بارت لوحده تركز عليه تسمعه كويس، تبدا تحفظ الكلمات تسمعها مره واثنين وثلاثه وتعرف نطقها الصحيح، وفي الاخر باذن الله تكون حفظتها وتمكنت منها. يلا مع بعض نتعلم الاس اتش والاي ار، ليرن ساوندز ويز بي زي بي. تعال نتعلم الأصوات مع البي زي بي، تعال نشوف الكلمات السهلة الجميلة اللي احنا أصلا حافظينها، ما تعتبرش جديدة كلمة أو اتنين. نمبر 1 فيش، 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 اف اي اس اتش، طبعا أنا من عدت بكرر الكلمة ثلاث مرات. نمبر 2 شاربنر، 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 يلا كتابك مفتوح ونكتب الاس اتش شاربنر. نمبر 3 شارك، 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 نفس الكلام اس اتش حرف الشين. نمبر 4 تراش، 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 ها الاس اتش ايه، برافو، بس هنا في نهاية الكلمة خلي بالك. نمبر 5 شوب، 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 اس اتش خروف، خروف العيد. شيب، 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 اس اتش دبل اي بي. كلمات تاني فاش، شاربنا، شار، تراش، شوب، شيب. بي زي بي هنا تحت بقى بتقول لك ريد اند سيركل اي ار زين سي، الاي والار، شار، 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 شاربنا، 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 كار، كار، كار. عايز منك في نطق الاي والار سواء في نص الكلمه كده او في اخرها ما تضغطش قوي على حرف الار، ما تقولش شارك حرف الار كده لسانك يعمل لقلقه كتير كده، لا شار. يعني لو قلت، لو قلته ما فيش مشكله، لو ما قلتوش ما فيش مشكله، ولو قلته لسانك خفيفه كده يمشي على الحرف الار لقطه سريعه، شار، شار، كار. اوكي سهله الصفحه ديت، يلا على نيكست بيج الصفحة التالية، مش هننتقل للصفحة التالية لما نكون حفظنا الكلمات دي كويس. ايوه عايزك تركز في النيكست بيج، في الصفحة اللي بعدها هنتعلم نكتب ليرن تو رايت ويز بيزي بي، ليرن تو رايت ويز بيزي بي. على فكرة أنا بحب أغني اللغة الإنجليزية عشان تبقى سهلة، تعملها زي أنشودة كده، حتى لو الكلمات مش متناسقة مع بعضها تحفظها. يعني ليرن تو رايت ويز بيزي بي مش ماشية مع بعضها، بس غني، خلي الانجليزي لغه جميله ولغه سهله بسيطه جدا مفيش فيها اي مشكله. لوك اند رايت، انظر واكتب، زين سي، بعدين قول، قلت لك الصفحه اللي فاتت ايه، احفظها عشان هنا هتكتبها غايبه. فيش، شاربنا، شير، كار، شارك، تي شيرت. اول كلمه طبعا شاربنا فوق خط عليها مكتوبه تحت. نمبر 2 كار، برافو، اندرلاين يعني ضع تحتها خط واكتب كار، يلا سي اي ار. نمبر 3 قميص، ها ولا ايه، ولا تيشيرت، ده تيشيرت، برافو، اكتب يلا فوقها على طول، اندرلاين تحتها خط الاول، تي داش شرطه صغيره كده، اس اتش اي ار تي. سمكه، فيش، الله سمكه جميله، اف اي اس اتش، طبعا الكلمه اللي بنقولها خلاص انت اوتوماتيك تعمل عليها سيركل فوق او اندرلاين تحتها خط. شارك سمكه القرش، اس اتش اي ار كي. اخر كلمه مع اخر صوره، شير قميص، اس اتش اي ار تي. بعد ما حليناهم يا ابطال وكتبناهم، تعالى بقى ريد اند سورت، تعالى ونكتب كل واحدة في النوع بتاعها. يعني ايه في النوع؟ في عندنا كلمة one syllable انت نطقتها مرة واحدة، في كلمات انت قطعتها two syllables مقطعين،
وفي كلمات انت نطقتها 3 syllables على 3 مرات 3 مقاطع. ال 1 syllable كده عندنا fish مكتوبه. طيب ايه تاني من 1 syllable كده؟ car راف اكتبها يلا تحتها سي اي ار. كتابك مفتوح ولا فين؟ لا كتابك مفتوح معايا، انت ماشي لسه راح تجيب الكتاب. كار تحتها. طب كمان عندك ايه؟ شيرت برافو شيرت. اكتب شيرت 1 سيلابل مقطع واحد. لسه ايه كماني؟ ها شارك برافو شارك. اكتب يلا شارك. طب 2 سيلابلز مقطعين، عندنا كلمه واحده اللي هي تي شيرت، يلا اكتبها تي شيرت. واخر كلمه طبعا 3 سيلابلز شاربينا شاربينا. على فكره اسهل كلمه في اللغه الانجليزيه الكلمه الكبيره، انت متخيل؟ الكلمه الكبيره في الانجليش هي اللي سهله، لكن الكلمه الصغيره ساعات هتلاقي كلمات صغيره شاذه كده تلخبطك، لا يكون مثلا حروف بتتنطق بطريقه تانية تعمل لك مشكله، لكن الكلمه الكبيره بتقسمها سيلابلز على طول بتبقى سهله معاك. صفحتك اقلب مع كونكت ويز سوشيال ستاريز. الكونكت هنا ويز سوشيال ستاريز فوق مع الدراسات الاجتماعيه. شفت بقى انت كنت بتقول انا لسه هاخد دراسات في سنه رابعه؟ لا ده انت بتاخدها في برايم 2 في الصف الثاني. جوبس مركزه على الوظائف. وي اول هيلب ات سكول كلنا بنساعد في المدرسه. لوك ليسن اند كومبليت عندنا هنا 4 jobs 4 وظائف. النيرس تعال نشوف بتعمل ايه. gardener بستاني. carpenter عم النجار. cleaner عامل النظافة اللي طبعا ده احسن وظيفة وافضل راجل، لان طبعا مهمته مهمة كبيرة جدا جدا ويجب ان احنا نحترمه. number 1 نقرأ الجمل يلا. a carpenter نجار makes tables بيصنع الترابيزات. and chairs والكراسي. for school للمدرسة. number 2 ايه صورة ايه الجميلة العسولة دي؟ ها جيش الابيض بتاعنا ده. nurse a nurse makes me healthy تجعلني صحي. for school من اجل المدرسة طبعا بتبقى موجودة هناك تساعدنا وتحافظ علينا. number 3 A gardener الله بستاني الجميل عامل الحديقة اللي بيروي لنا الزرع عشان يبقى الوردة تفتح وتبقى جميلة بقدرة ربنا طبعا. A gardener looks after بيعتني بي the school garden حديقة المدرسة. A cleaner cleans the school عامل نظافة بينظف المدرسة. اوكي نقرأ الجمل تاني. A carpenter makes tables and chairs for school. A nurse makes me healthy for school. A gardener looks after the school garden. A cleaner cleans the school. تحت الجملة اللي تحت دي. Trace and complete my favorite person. أفضل شخص عندك مين is؟ طبعا شوف انت تختار كاربنتر نيرس جاردنر كلينر بيكوز لانه وتكتب طبعا الجمل اللي موجوده فوق. لو كتبت كاربنتر تكتب ميكس تيبلز وتكمل نيرس ميكس مي هيلثي لوكس افتر كلينز على حسب الجوب اللي انت كتبتها. نيكست بيج الصفحه التاليه كونكت ويز ماث. كونكت ويز ماث ليسن ريد اند ماتش استمع واقرا ويوصل. الولد المؤدب الشاطر ده بيقول لك ايه؟ A carpenter نجار is very clever بيكون ماهر جدا. He can make wood into many different shapes بيعمل من الخشب ده أشكال مختلفة عديدة many different shapes. Can you match the shapes with their names ممكن توصل الأشكال دي بأسمائها؟ اه ممكن ده أنا ممتاز جدا. خلي بالك الكلمة اللي باللون الأسمر البارز هي دي الكلمة الأساسية اللي المفروض أنت تحفظها، والكلمات التانية أنت أصلا حافظ this is و these are. number 1 this is a cone هذا هو الإيه؟
الكون، القمع، المخروط اللي بنقول عليه كونو، مش بعمل زي الايس كريم كده واخد شكل الكونو. This is a cone. طيب number two. This is a cube. هذا هو الكيوب، كلنا بنحب نلعب بيه. We can play with it. برافو، المكعب. ماتش، يلا 2 ب A. Number 3. These are spheres. Spheres الكرات. They look like planets. Spheres الأشكال الدائرية. Look like تشبه planets. لا يا مستر، في الصفحة اللي فاتت كانت look after يعتني بيه، ولوك لايك هنا يشبه. ايوه خلي بالك، ولوك ات خدناه قبل كده ينظر الى. نمبر 4. ذيز ار بيراميدز، الاهرامات الجميله بتاعتنا. وماتش يلا باي. واخر واحده ذيس از كولد، هذا يسمى سيلندر الاسطوان. اوكي، يبقى عندنا الشيبس اللي قدامنا ايه؟ كون، كيوب، سبيرز، بيراميدز، سيلندر. دي الفوكابلري اللي انت المفروض تركز عليها، ويلا بسرعة على البروجكت. احنا حفظنا وتعبنا، تعالوا بقى عشان نلعب ونرسم. My favorite clothes، ملابسي المفضلة. Read and make، اقرأ واصنع. Work in groups، الصفحة دي كلها بتركز في اي يونت على الجروبس، بالمجموعات كلنا نتعاون مع بعض. شوف زمايلنا كده اللي مع السيزرز، واللي جايب الكالرز، واللي جايب الجلو، وجايبين الحاجات الادوات كلها ومجهزينها. بيكتشر 1، درو يور فيفرت كلوز، ارسم الملابس المفضله بتاعتك. في 2، كالر ذيم، لونهم. 3، ليبل يور كلوز، ابدا عرفها في بطاقه بتاعتك اللي انت رسمتها. بوت اب يور بيكتشر، وعلق الصوره بتاعتك. اوكي، طبعا دي مهمه جدا عشان بتثبت عندك المعلومات وبتثبت الكلمات. الصوره طبعا بتثبت مع حفظ الكلمات، فمحدش يتغافل عن الصفحه دي. كويس، الوحده فات منها الكتير، ما عادش القليل. تعال الصفحه اللي جايه مهمه جدا، بتعتمد على الصدق، لازم تكون صادق فيها. ازاي يا مستر؟ تعال وانا اقول لك. Show and tell. Show بين ووضح، and tell واخبر. بعد انت ما عملت ليبل للي فات، خلاص ليبل بطاقه تعريفيه وعملتها بوت اب وعلقتها عندك، الشيرت والبانتس، الشيرت مع البانتس، الدريس، الفساتين. هنا تتكلم بقى، تبدا تقول they're my favorite pants، بنطلون المفضل بتاعي. they're blue. اوكي، طيب اللي تحتها بقى السيلف اسيسمنت، تقييم نفسك، انت صادق مع نفسك؟ شايف الستارز، النجوم دي في الفوكابلري، الفونكس، لايف سكيلز، الفيلوز، ساينس، ماس، بروجكت. اللي انت حفظته كويس ومتمكن منه هتلون الستار، النجمه. تشوف الايفورت بتاعك، مجهودك في الوحده كان كويس ولا انت كنت كسلان؟ جده السابع كان كسلان ولا كان بيقول ايه؟ خلاص يا حبايبي، لازم تقيم نفسك كويس، ما اوعى تنتقل الى الوحده اللي بعدها الا لما تكون الصفحه دي انت مقيم نفسك. حتى لو هتبدا تذاكر من اول وجديد، وما تستعجلش، حتى لو المدرسه سبقتك او زمايلك سابقينك، انت ان شاء الله هتقدر تحصلهم. يلا على البلاي تايم. في البلاي تايم ريد اند ماتش مع البيزي بي، اقرا ووصل. عايزك بقى تجيب الادوات الاول، خلي بالك كده بس، احنا هنستاذن بابا وماما نجيب ساعه، نجيب الهاتس، ونجيب البوتس، ونجيب شيرت او التيشيرت او اي ادوات من الادوات الموجوده، وتلعب كده معاهم ايه في البيت. الولد المؤدد ده بيقول لها اتس يور واتش، انها ساعتك. زير ماي بوتس، لكن البوتس ده بتاعي. هي قالت له زير ماي هاتس، او لا قبعاتي. اتس يور تيشيرت، والتيشيرت ده بتاعك. يبقى انت هتتبادل الادوار كده، اوكي، وتسال، تحط الحاجه، تشوف حاجه بتاعتك تقول اتس ماي لو هي مفرد، زير ماي لو هي جمع، ولو هتقول للي قصادك هتقول له اتس يور لو هي مفرد، زير يور لو هي جمع. اوكي، لوك اند كلر باي نمبر، عندك تحت براون وجرين، ريد، جراي، بلو. تشوف النمبرز الارقام اللي تحت، وتلون طبعا الكلوز بالارقام. نيكست بيج برضو مكملين مع البلاي تايم. The last page، آخر صفحة معانا في unit 3 of to school.
play time look read and write انظر اقرا اكتب draw اول كلمه على ايدك الشمال يعني draw بيرسم بس بيرسم بالايه بالقلم الرصاص خلي بالك listen استمع paint بيرسم بيلون بالقلم لا بالفرشاه يبقى قلنا draw بالقلم الرصاص وpaint بالفرشاه sit down يجلس stand up يقف write يكتب اول مثال محلول I stand up خلي بالك حط عليها فوق ونكتبها عشان ايه نصفي الكلمات كده كلمه بكلمه I a picture صوره بس لا بالقلم الرصاص يبقى I draw برافو اكتب draw D R A W underline على اول كلمه خط تحتها واكتب number 3 I my homework I write انا اكتب اخر كلمه خط يلا جميل برافو ممتازه I write my homework I a picture بس بالفرشاه paint ايوه برافو P A I N T number 5 I انا بجلس sit down okay sit down S I T D O W N The last picture آخر صورة I to my teacher I listen بنصت استمع listen L I S T E N تحت عندك المس اللي عليك أو المستر هيعمل لك teacher assessment تقييم كده للمعلم كده إن شاء الله نكون وصلنا لنهاية unit 3 موجودة عندك في 3 parts ثلاثة أجزاء 3 videos نكرر تاني unit 1 3 videos unit 2 3 videos unit 3 3 videos 3 فيديوهات أنا بقسمهم لك عشان تذاكر براحتك تنساش تعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناة فعل جرس عشان يوصلك كل جديد thanks for watching شكرا على المشاهدة